أخي الكريم، هذه آثار قصف الطيران على بلدة السوق الحدودية، وهنا قد استهدفت أحد مراكز معاقل الجيش الحر وهي خلفنا. انظر إلى هذه الحفرة، هذه حفرة نتيجة لقصف الطيران، طيران الميج بالأحرى، على بلدة ناحية السوق الحدودية. وهذا هو المركز الثقافي، أحد معاقل الجيش الحر سابقا تعرض للقصف، ونلاحظ هنا الدمار الكبير الذي أحدثته هذه القذائف. انظر الى هذا الدمار الكبير الذي حدثته هذه القذائف. خلينا نروح على المركز. هنا المركز الثقافي، احد معاقل الجيش الحر في بلدة السوق الحدودية. هذا المركز تعرض للقصف منذ شهر تقريبا، ونحن في بلدة السوك الحدودية لا نزال نقصف منذ أكثر من شهر ونصف، والقصف نتيجة للدبابات المتواجدة في حاجز رنين الذي يبعد عن بلدة ناحية السوق حوالي 3 كيلو، وحاجز القنطري الذي يبعد حوالي 25 كيلو متر الإطلاعية المتواجدة هناك، وكذلك نتيجة لقصف الطيران. فنلاحظ هنا هذه الحفر قد أحدثها الطيران نتيجة استهداف هذا المركز الذي كان في السابق أحد معاقل الجيش الحر في بلدة السوق الحدودية. هنا كانت تقطن كتيبة القادسية الإسلامية. انظر أخي، انظر إلى هذا الدمار، انظر إلى هذا الدمار. المركز مغلق خوفا على محتوياته. انظر الى هذا الدمار الذي احدثته بالرغم انها لم تقع فوق المركز. هناك كذلك آثار للدمار. المحال التجارية والمنازل المواطنين التي تضررت بسبب القصف والطيران لقوات النظام الأسدي في ناحية السوق الحدودية. ناحية سلوك الحدودية 14/10/2012. ها هو الدمار الذي تسبب فيه قصف الطيران لقوات نظام السلطاح الأسدي في ناحية سلوك الحدودية، منزل أحد المواطنين. نتيجة لقاء برميل TNT. ها هي المحال التجارية التي تضررت بسبب قصف الطيران لبلدة ناحية السوق الحدودية في يوم 14/10/2012.
ناحية السلوك الحدودية يوم 14/10/2012 رجوع الحياة الطبيعية إلى ناحية السلوك الحدودية رغم الغصف المدفعي والطيران إلى ناحية السلوك الحدودية. أهالي البلدة يرجعون إلى حياتهم الطبيعية التي تعودوا عليها رغم الغصف.